حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. أصدقاء المستمعين، تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. نقابل في حلقتنا اليوم رجل الأعمال اللبناني أمل أبو زيد، يحدثنا عن تحضيرات إطلاق البيت اللبناني الروسي في البترون. وفي فقرتنا الفنية نتعرف إلى المغني الروسي يفريم أميرافوف، مخصصين أغنيات الحلقة له. لكن قبل ذلك نتحدث عن مزادات منتظرة في العاصمة الروسية، متخصصين بالكتب الأثرية والعتيقة. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. يفتح بيت الكتب العتيقة في موسكو سلسلة من المزادات لبيع مجموعة خاصة من الكتب والمخطوطات العتيقة والنادرة بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليون دولار، حيث ستقدم إلى المزاد الأول كل الطبعات التي عاصرت عهد شاعر روسيا الأكبر ألكسندر بوشكين. وقال رئيس دار الكتب العتيقة سيرغي بيرمستروف لوكالة نوفوستي إن المزاد الذي سيقام في 29 الأول المقبل سوف يشهد مطبوعات من بينها أعمال الشاعر الروسي العظيم بوشكين الأكثر اكتمالاً وجميع المختارات والمجلات التي نشرت في عهده، فضلاً عن أعمال أدبية أخرى من القرون الفضية والذهبية، بما في ذلك الأعمال الأدبية ليرمونتوف، غوغول، غريبويدوف. وتحتوي المجموعة على مذكرات تورغينيف وتولستوي وتشيخوف، وأيضا صور لمشاهير الفنانين من القرن التاسع عشر وتحف نادرة أخرى. ويقدر الخبراء قيمة الكتب العتيقة التي ستقدم في المزاد الأول ب 15 مليون دولار، أما قيمة المجموعة بشكل كامل فستصل إلى 30 مليون دولار. أما المزاد الثاني الذي سيقام يوم 20 من تشرين الثاني المقبل فسوف يشهد العديد من الكتب النادرة، بما في ذلك مجموعة مختارة من أعمال إيفان فيودوروف وطبعات فريدة من العهد الجديد، وبالإضافة إلى ذلك للمرة الأولى منذ عقود ستقدم للمزاد مطبوعات تصويرية فنية نادرة من القطع الكبيرة مثل ملاحظات وقواعد تتعلق بالطرق والقرى والبلدات التي أنشأها الإمبراطور ألكسندر الأول على تجربته الخاصة. ويعتبر ألكسندر بوشكين الرمز الأهم في الأدب الروسي والثقافة الروسية مثل دانتي في إيطاليا أو غوتي في ألمانيا. ومع ذلك يصعب إدراك أسباب عظمته بالنسبة للذين لا يعرفون اللغة الروسية، نظراً لأن الترجمة تفقد قصائده كثيراً من معانيها. ويقال إن جذور بوشكين تعود إلى أثيوبيا في القارة الإفريقية، أما عائلته فمن سلالة نبلاء قديمة تعود إلى مؤسسها غريغوري مورخينين في القرن الرابع عشر، الذي حمل لقبه من المدفع بوشكا أي المدفعجي لكونه أول رجل مدفعية في روسيا. Почему мне сегодняшний сон вдруг напомнил вчерашнюю грусть? Пусть она, как неслышимый стон, я ее все равно не боюсь. Я хочу позабыть обо всем, раствориться в спокойствии дум, сбросить тяжесть, что жизнью зовем, и по кайфу пройти наобум. Пью тоску в дорогом кабаке, где расхныкался друг саксофон, и дрожит сигаретка в руке, и взгляды женщин, как ласковый фон. Пью тоску в дорогом кабаке, где расхныкался друг саксофон, и дрожит сигаретка в руке, и взгляды женщин, как ласковый фон. Oh,
только мне не хватает тебя. В этом хаосе бури страстей разве мог бы я жить не любя ту, что спит рядом с дочкой моей. Пью тоску в дорогом кабаке, где расхныкался друг саксофон, и дрожит сигаретка в руке, и взгляды женщин, как ласковый фон. Пью тоску в дорогом кабаке, где расхныкался друг саксофон, и дрожит сигаретка в руке, а взгляды женщин, как ласковый фон. أصدقائي، تقابل الزميلة كارولين بزي صديق روسيا الاتحادية رجل الأعمال اللبناني أمل أبو زيد، يتحدث عن التحضيرات لإطلاق البيت اللبناني الروسي في مدينة البترون الشمالية. نترككم معها. لمناسبة الذكرى 70 على انطلاق العلاقات اللبنانية الروسية، نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث روسيا رجل الأعمال الأستاذ أمل أبو زيد. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا فيك، شرفتي أنت صوت الشعب. يا هلا أستاذ أمل. بداية خلينا نتعرف على المناسبة أو هذا الحدث اللي ناويين تقوموا فيه بمناسبة مرور 70 سنة على العلاقات اللبنانية الروسية. بمناسبة ذكرى 70 سنة، مرور 70 سنة على أن بدأت العلاقات الدبلوماسية اللبنانية الروسية، كان في حدثين. الحدث الأول هو بده ينعمل طابع خاص، طابع بريدي خاص حتى بمناسبة هذه الذكرى. يعني صار في سفارة بالاتفاق مع وزارة الاتصالات، وبعتقد مع وزارة الخارجية رح تقوم بطلب، تقدم طلب لمجلس الوزراء لاعتماد تامبر معين، طابع بريدي خاص بهذه المناسبة، لأنه بتعرفي هلا صار يمكن الاحتفال فيها كثير مهم قياسا للوضع السياسي اللي عنا اياه بالمنطقة. أكيد. بقى هذا الحدث الأول. والحدث الثاني أخذنا هذا بالفكرة، الحدث يعني مرور 70 سنة بعين الاعتبار، وقررنا كرجال أعمال روس شركاء لإلي بهمهم تطوير العلاقة بين لبنان وبين روسيا، إنه ينعمل بمنطقة البترون اللي هي المنطقة الشمالية، فيها كتير خريجين من الاتحاد السوفيتي سابقاً وروسيا هلا كمان تحديداً، ينعمل نوع من مركز لبناني روسي أو مسموه البيت اللبناني الروسي. بده يعلن عن إنشاء، وهو البنى موجود، نحن عملوا الله راد الافتتاح تبعه ب 12 أيلول، مقدمته بلدية البترون. طبعا وزير الخارجية الوزير جبران باسيل هو راعي الحفل بالاتفاق مع السفارة الروسية، ممثلة بسعادة السفير زاسبكن مع طاقم السفارة، ونعمل نوع من احتفال رسمي منقول فيه انه بداية هذا المنزل البيت اللبناني الروسي اللي ممكن يكون مركز لقاء لكل الابناء الروسية اللي موجودين في لبنان، الخريجين وزوجاتهم واولادهم. إضافة لهالشيء بده ينعمل نوع من كنيسة أرثوذكسية قديمة اسمها كنيسة البحر بالبترون، كمان من ضمن الهبة اللي بدها تنعطى، بدها تقوم بإعادة تأهيل هيدي الكنيسة. هبة من قبل مين؟ هبة من قبل مؤسسة، قلت لك بعض الشركاء الروس اللي معي أنا، اللي بالتعاون معكم. بالتعاون معنا أكيد. هذا الموضوع كان مبحث عمليا بزياره قاموا فيها لبنان، واجتمعوا مع وزير الخارجيه جبران باسيل وقالوا له نحن في عندنا هذا الاستعداد حتى نقدر نبني علاقه اكثر من ساقه، نطور العلاقه بين الشعب اللبناني والشعب الروسي. بالنسبه للبيت اللبناني، بماذا يعنى اللبناني الروسي؟ نعم، البيت اللبناني هو مركز مثل ما قلت، بده يكون من جوا يعني معمول الديكور تبعه مثل بيت روسي، حتى الفرش بده يكون كمان نفس الشيء بيت روسي، مركز لقاء مثل نادي اعتبري، ممكن يفوتوا يجتمعوا فيه، يعملوا حفلات فيه، يعملوا لقاءات فيه. هذا مخصص تحديدا للجالية الروسية اللبنانية اللي مع جنسية روسية، أو حتى زوجات الأطباء اللبنانية أو المهندسين اللبنانيين اللي تخرجوا، أو أي خريج هناك وعنده زوجه وعنده أولاد، يعني يكون هذا مركز لقاء بذكرهم انه هني موجودين بروسيا ولكن على الاراضي اللبنانيه. شو الهدف من هذا النشاط؟ الهدف من هذا النشاط اولا هو
رفع مستوى العلاقة بين الشعبين ونركزها بشكل أساسي، ونرجع نقول إنه هذا المركز مش بس رح يكون يمكن بس بالبترول، يعني ندعي نحن حتى يكون فيه موجود على جميع الأراضي اللبنانية شيء مثله، لأنه بتعرفي إنه الخريجين من الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا هن عددهم بعشرات الآلاف، منه عدد قليل، مع أولادهم كمان بصيروا بعددهم كتير كبير منتشرين على جميع الأراضي اللبنانية. بهذا يعني هدفه بالحقيقة إعادة وصل، إذا في شيء انقطع الوصل الأساسي الثقافي الاجتماعي كتير شغل الموسيقى. بتعرفي أنت روسيا مشهورة بالموسيقى والثقافة حتى بحد ذاتها، يعني في نوع من غربة بعد الشيء عن المجتمع اللبناني ككل بروسيا باستثناء اللي درس هناك أو بجمهورية الاتحاد السوفيتي السابق. بدنا العالم اللبناني يتعرف أكثر، يعني هذا ممكن يكون مصدر معلومات لألون، ممكن يعملوا بروجكشن لبعض الأفلام، ممكن يدرسوا اللغة الروسية بقلب هذا النادي أو هذا البيت، يعني بيشمل كل شيء له علاقة بروسيا، بحس حاله الروسي اللي عايش بلبنان إنه في عنده روسية. إنه عايش بروسيا ضمن هالكادر الصغير اللي هو موجود فيه. طب ليه برأيك اللبناني غريب عن الثقافة الروسية أو بعيد إلى حد ما؟ لكن في إلى سببين. السبب الأول تنحدد أي نوع من اللبنانيين، يعني بفترة من الفترات كانوا منقسمين أيام الحرب بلبنان 75، كانوا بعض المسيحيين أو المسيحيين يعتبروا الاتحاد السوفيتي حليف الطرف الآخر بالحرب اللبنانية، عنده صار انقطاع عنه لأنه كان مع المنظمات الفلسطينية مع الأحزاب اليسارية. هذا شيء والقضية الفلسطينية بدون شك، هذا شيء بعد من الغيب انه موجود بالباك جراوند تبعهم موجود، من هيك بتحسي. والاجمال ان اللبناني في عنده ميل اكثر، كانوا يقولوا فرنسا ام الحنون للغرب لاسباب متعدده، اسباب انه المدارس بلبنان بدرسوا اللغه الانجليزيه اللغه الفرنسيه، يعني ارتباطهم بالحضاره الغربيه اكثر من ارتباطهم بالحضاره الشرقيه، علما إن روسيا صحيح دولة أوروبية ولكن فيها أجزاء كبيرة من آسيا مش كتير بعيدة عن تفكيرنا وعادات مجتمعنا حتى. مزمين. يعني أنا من الناس اللي بعرف روسيا من فترة كتير طويلة، يعني عنا نحن شغل بروسيا من 99، ويمكن أنا من أخذت منحة أدرس بروسيا بالاتحاد السوفيتي، أوكي ما قعدت فترة طويلة، ولكن من الناس اللي بعرفها كانت لما كان بالنظام الشيوعي وكيف هي هلأ. روسيا تطورت كتير جدا بشكل متميز، يعني ما بقى واحد في يجي يقول والله روسيا انه دولة شيوعية، علما انه يمكن في اشياء بالماضي كانوا العالم عايشين بريحة اكتر من اليوم، اذا عم نحكي الحرية او قياسا شو بدهم بالديمقراطية، كل واحد عنده ديمقراطية وحرية على ذوقه بالعالم، حتى الدول اكتر دول ديمقراطية نسبية القصة فيها. سو انطلاقا من هذا الشيء الغرب كان في عنده علاقة مميزة معه، في علاقة اقتصادية وتجارية ومالية يلي مش موجود مع روسيا. بعدنا لتاريخ اليوم على رغم التطور اللي صار بروسيا، المجتمع اللبناني أو بعده مش كتير عنده إذا بدك نوع من علاقة متميزة مع الروس في الإنسانية والثقافية والاجتماعية والتجارية والمالية. بيعتبروا بعدها دولة إنه يبقى مدري ممكن شيء يتغير بأربع وعشرين ساعة. هلا بما أنك رجل أعمال لبناني، نعم، ليش كانت وجهتك روسية؟ يمكن أحد الأولاً صدف بتلعب دور حقيقة، بالصدف أوقات تلعب دور. والشيء الثاني أنه لأني يمكن أنا كنت أحكي اللغة، يعني لأني كنت أحكي اللغة الروسية، صعبة أنه بعد ما صار فيه بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي وفي إمكانية للشغل هناك، قلنا رح خلينا نجرب، يعني بهالبساطة ما في شيء ما في شيء أكثر من هيك. أنا لأنه بعرف إنه روسيا دولة كبيرة، دولة مهمة، دولة عظيمة، يعني أنا بعرف هذا الشيء، قلت لك عشت بالفترة الماضية لما كانت تحت النظام الشيوعي وهلا بعرفها وعندي أصدقاء فيها، بقى قلت أنا خلينا نجرب حظنا هنيك والحمد لله ربنا وفقنا كتر خير الله. وأنا بدعي ودعيت، بعرف إنه في كتير لبنانيين بعضهم بيعتبروا روسيا يعني بالسابق، بالعكس أنا بدعوهم تا يروحوا يشوفوا يحاولوا يشتغلوا يتعرفوا عليها، نظام المصرفي، نظام القوانين التجارية اللي فيها بتحمي المستثمر،
مش انه واحد اذا حط مصاري بيروح، ولكن كمان الروسي بده كمان يعمل شيء بالمثل بلبنان، يعني لازم يكون في شيء تبادل. وهذا الدور دوركم انتم ودور جمعيه الخريجين. جمعيه الخريجين بتلعب دور كثير كبير، في حتى جمعيات اخرى بعرف انا انه في نوادي وجمعيات اخرى بين لبنان وبين روسيا، في نادي لبناني حتى روسي بقلب روسيا، بعتقد شاب من بيت نصر الله هو رئيسه، حسان نصر الله، برافو عليك، كمان فعالين وبيشتغلوا الشباب حتى بلبنان، كمان في مؤسسات اخرى، ولكن يعني انا بكل تواضع بقول لكم بكل يعني بقول انه في هالاجهزه او هالمؤسسات الموجوده بلبنان اللي لازم ترعى وتطور وتحسن العلاقه، ما بشوفها كثير فعاله. بسال سؤال ليه ما بعرف، يعني هذا شيء مهم. مؤسسات من اي ناحيه؟ يعني مثل بعض الجمعيات، مثل بعض النوادي، عرفت مؤخرا انه في شيء موجود. لازم الوضع السياسي اللي احنا عايشين فيه اليوم بمنطقتنا يكون حافز كثير كبير حتى كل هالنوادي وهالجمعيات هذه تفعل دورها اكثر وتعرف الناس بلبنان على روسيا والعكس، لانه يعني كل ما الشعوب تعرفت على بعضها كل ما فيها تطور علاقاتها الانسانيه وعلاقاتها الاقتصاديه والتجاريه، لانه روسيا ما لنا جمعيه خيريه. يعني بالماضي يمكن كان نظام شيوعي كان عندهم تفاصيل معينه مختلفه عن اليوم الحالي، اليوم صاروا الى حد ما مجتمع اقتصادي عم بيتطوروا، صاروا بيفكروا بشكل شو افادتي انا خارج نطاق السياسي. إذا ما في إفادة للناس أكيد. للمؤسسات ما رح تتطور العلاقة. شو عندكم مشاريع مستقبلية كرجال أعمال لبنانيون وروس عم تشتغلوا بهذا الأسلوب؟ والله لكن من أحد في اهتمام روسي كتير كبير بموضوع له علاقة بالغاز والبترول بلبنان. الكل بيعرف إنه في شركات روسية كبيرة حابة تجي على لبنان تتعاطى بموضوع الغاز والنفط. هل يا ترى هذا الشيء بيصير او ما بيصير؟ يعني انا اللي فيني اقول لك اياه انه في انفتاح كامل من جانب الروسي بالاحد اللقاءات، صار في لقاءات اثنين، انا كنت حاضر مع وزير الخارجيه الحالي الوزير باسيل لما راح اجتمع بالوزير لافروف، انه نحن مستعدين نتعاون مع الحكومه اللبنانيه مع القطاعات كلها، مش بس القطاعات مثل ما حكينا قبل شوي. ولما كان وزير نفط كمان عمل زياره الوزير بسيل واجتمع بالشركات ودعاهم انه يجوا على لبنان، لانه نحن بهمنا بلبنان يكون في تتحمي النفط تبعك، بدك تامني له مظله دوليه مش بس مظله، يعني روسيا دوله مهمه، اذا بده الفرنساوي يكون اوروبي او حتى الامريكي خلي يكون في نوع من التعاون مشترك حتى انا يعني نحمي حالنا، ما يصيرش في اي طمع اسرائيلي زياده بالمطامع بالمياه الاقليميه عندنا. هاي الفكره كانت عنده الوزير بسيل وطرح عليهم، وهني عندهم كامل الاستعداد ان يعملوا تحالف شركات، ولكن تعرفي بالنفط شركات كبيره بتكون يا ملك الدوله او اللي بياثروا فيها هن كثار مقربين من رجال السياسه بالدوله، ونفس الشيء بالمواضيع الثانيه. يعني بتذكر الوزير لافروف قال نحن عندنا كامل الاستعداد ندعم لبنان بالمواضيع اللي علاقه بالنازحين السوريين، نطرح الصوت عالي بالمنظمات العالميه الى اي مدى هذا الشيء عم بيأذي المجتمع اللبناني والاقتصاد اللبناني، شو فينا نساعد بالمواضيع الامنيه والعسكريه للجيش، كمان عندهم استعداد، مشاريع الكهرباء، مشاريع المياه، كل الامور مفتوحه، بدنا بس قرار من الجانب اللبناني كدوله لتسهل الامور، وبالحد الادنى يعملوا مثل اتفاقات ماليه بين بسموه تعاون ضريبي، حتى اذا انا كشركه لبنانيه فتحت بروسيا ودفعت هناك ما ادفع مره ثانيه هون بلبنان، يعني مثل ما عاملين مع فرنسا وغيرها من الدول باوروبا الغربيه. هذا الشيء بيسهل، يعني بدها الدوله تقول لا روسيا موقعها كثير مهم قريبه لنا، في مصالح مشتركه ممكن تنشا، والعكس كمان من قبل روسيا. في تعاون اولي مبدئي نحن عم نضل نشتغل فيه بالتعاون مع السفاره وبعض المؤسسات الحكوميه بقلب موسكو. بعد في شيء بدي ابدا سلامه عينك، يعني انا ممنونكم انكم ضويتوا على هذا الموضوع، ومثل ما قلت برجع بدعي كل البزنس مان اللي موجودين بروسيا انه يفعلوا دورهم اكثر ويكبروا محيط التعاون، لانه روسيا بلد كثير كبير، مش بس روسيا، عندك روسيا والبلدان المحيطه فيها جغرافيا، يعني بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق فيها هلا نظام سي اس، يعني متفقين مع بعضهم بامكانيه العمل التجاري كثير كبير، وخصوصا يعني من خلالكم بدعي حتى وضعيه السفاره عملت اجتماع انا وياهم، قلت لهم هلا انتم وقفتوا استيراد كل شيء اسمه الفواكه من اوروبا الغربيه، السوق اللبناني مفتوح،
خلي حدا من الشركات الروسية تجي أو مؤسسات الحكومة الروسية تعمل اتفاقات مع المزارعين اللبنانيين هيك على القليل حتى ننشط ونبدأ عملية معينة لمصلحة الطرفين. أستاذ أمل أبو زيد، بشكر مشاركتك معنا ببرنامج حديث روسيا. مرسي لك، مشكورة. Нас жизнь зовет к любви и счастью, весь мир к тебе пылает страстью, и я твоей окутан властью, любимая моя. Твои глаза, как небо слезы, уста, как лепестки у розы, и нежность молодой березы, любимая моя. Когда б друг друга мы не знали, возможно, не было печали, но эти строки не звучали сегодня для тебя. Ты фея жизни настоящей, ты мой восторг непроходящий, ты поцелуй всегда манящий, любимая моя. Нас жизнь зовет к любви и счастью, весь мир к тебе пылает страстью, и я твоей окутан властью, любимая моя. أصدقائي، نشكر كل من انضم إلينا وتفاعل مع صفحة برنامجنا حديث روسيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يمكنكم الاستماع إلى الحلقات السابقة من البرنامج، كما يمكنكم الاستماع إلى تلك الحلقات على قناة جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي على موقع يوتيوب. استمعنا ضمن فقرتنا الفنية التي أعدها الزميل محمد شريم إلى أغنيتين للمغني الروسي يفريم أميرافوف.
ولد يفريم في العام 1956 في مدينة نالتشيك عاصمة جمهورية كاباردينو بلغاريا السوفيتية المتمتعة بالحكم الذاتي. في العام 1970 أنهى صف البيانو في المدرسة الموسيقية، كما تعلم العزف على الجيتار، وعندما كان في الصف السابع ألف مع رفاقه التلاميذ فرقة موسيقية اسمها الجن، حيث أدوا أغاني الروك وبعض الأغاني من تأليفهم. بعد الانتهاء من المدرسة الثانوية قدم امتحانات الدخول في المعهد الحكومي للسينما في قسم التمثيل، حيث نجح في دورتين وفشل في الثالثة. معرفته الجيدة في الرياضيات سمحت له بالدخول إلى معهد الاقتصاد الوطني في مدينة روستوف، حيث أنهاه بنجاح في العام 1977. في سنوات الدراسة استمر يفريم في عزف الموسيقى وأنشأ مع أصدقائه فرقة موسيقية أقامت حفلات في الجامعات والمراقص وسكن الطلاب. وفي العام 1987 سجل أول ألبوم له بمساعدة الكمان والكلارينات والبيانو، ولكنه لم ينشره. وبعد سنتين سجل 35 أغنية، ضمن ألبومه الأول 17 منها، وحمل الألبوم عنوان للمرة الأولى والأخيرة، ثم أطلق ألبوماً ثانياً بعنوان بي أس احتوى على 18 أغنية، وقد حافظ الألبومان ولمدة 6 أشهر على مراتب عالية في الهيت باراد من فئة الأغنية الرومانسية. في العام 1996 ساعده الموسيقار سيرجي غارباتوف في تأليف فرقة موسيقية. في النصف الأول من التسعينات قدمت الفرقة حفلات في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك في العديد من دول العالم. وشهد العام 1995 إطلاق ألبوم جديد بعنوان احتياطي الطوارئ، ضم 16 أغنية. ثم أنتج في العام التالي برنامجاً تلفزيونياً بث على القناة الروسية الرابعة بعنوان العمل في الظهيرة، وقد انتقل البرنامج في العام 1997 إلى محطة RTR الرسمية. كما أنتج برنامج فخر الوطن الذي تضمن نشر كتالوج عن الشخصيات الروسية المهمة في المسرح والموسيقى والسينما والأدب والرياضة، وقد توقف البرنامجان بسبب الأزمة الاقتصادية في العام 1998. في العام 2002 أصدر ألبوم اليوناكا ثم ألبوم الإلهام بعدها بثلاثة أعوام، وأصدر كذلك كتابا ضم أشعاره وأغنيه. في العام 2009 أعلن رئيس جمهورية كاباردينو بلغاريا منح يفريم أميرافوف لقب فنان الشعب. نبقى الآن مع إحدى أشهر أغاني أميرافوف وهي بعنوان مالادايا. Я не ною о судьбе, лучшее храня в себе, и признанием тебе досаждая, привыкая к боли ран, я прощу тебе обман, ты ж как в песне у цыган, молодая, эх, молодая. Объяснить не объяснишь, и живешь, как будто спишь, а в бессонницу грешишь почему-то. А с тобою рядом кто, и ты надеешься на что? Ведь в этой жизни все не то, даже чудо. Эх, даже чудо. Только мне тебя учить, как необходимо жить, с кем не спать, а с кем дружить, все гадая, что такое слово честь, а где-то чушь, а где-то лесть, ведь ты права, какая есть, молодая. Эх,
молодая. Опачки, вот именно. Ничего не говори, не боясь гореть, гори. Я ж в огне твоей любви, пропадая. Все в тебе благословлю, счастьем душу отравлю. Просто я тебя люблю, молодая. Эх, молодая. لكم هذه الحلقة زينب فقيه من إعداد عماد الدين رائف. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.